استفدنا النهارده يا جماعه كوكتيل ستات في بعض، فيهم ست بتغني وست بتمثل وست بتقدم برامج، ست اتولدت في الجزائر وست درست في فرنسا وست اتجوزت في لبنان وست عايشه في دبي. معانا ومع السقه طالبه ستار اكاديمي خريجه مدرسه الحب، اشهر مشجعه للمنتخب الجزائري، المليحه الباهيه، نجمه مسلسل دولار، امل بوشوشه. I love you يا أمل يا حبيبي. رمضان كريم، تفضلي لو سمحتي بليز. رمضان كريم ورمضانكم مبارك بالجزائري. إن شاء الله يا رب. كيف تنقال؟ صحة رمضانكم وإن شاء الله أبشركم بخير وكل عام وأنتم بخير. هي اللي قالته ده بالظبط. حلو الروز والسيليوم. يعني رياضة. مليحة وبهية. لحظة. وش راكي أمال؟ لاباس سافا؟ راني سافا لاباس الحمد لله. لا أنا بعشق اللهجات، على فكرة اللهجات اليوم حتعلميني كثير جزائري، لأن أنا كثير بحب الناس اللي بالجزائر وبدي أوجه لهم تحية كثير كبيرة ونقول لهم يا رب ينعاد عليكم يا رب. ميرسي حبيبي. أمولة أنت عملتي رمضان بكل الدول تقريباً، أوكي. شو بيختلف رمضان بالجزائر وبلبنان وبالإمارات وبفرنسا؟ طيب رمضان بالجزائر أكيد عنده نكهة خاصة وطعم خاص. ما يشبه أي بلد يعني بالنسبة لي أنا أكيد. أي لأنه بالعالم العربي بالتأكيد أنه كل بلد بالعالم العربي عنده طقوس وعندهم أشياء متعودين يعملوها، لكن أنا رمضان هو عبارة عن بالنسبة لي ذكريات الطفولة، لمة العائلة، الجيران، رائحة الطبخ اللي تطلع من البيت. مائدة الإفطار. مائدة الإفطار أكيد. نحن عندنا في الجزائر أهم شيء لازم يكون فيه يا الحريرة يا الشوربة، هذا كطبق رئيسي. وبعدين في عندنا كثير مقبلات يعني بوراك معقودة، سلطة مشوية، كل لي زوغ دوفغ. وبعدين عندنا الأطباق، وبعدين عندنا الأطباق الرئيسية. وأنا على فكرة أنا أحرص إنه يكون عندي هذا هالمائدة الرمضانية في بيتي في بيروت، يعني شاطرة بالطبخ. شاطرة بالطبخ وبتعمليها نفسها هي زيتها. أكيد. يعني حتعزمينا بعد رمضان قدامه شوية وقت. لا قبل ما يخلص رمضان. بتعزمينا. ثانك يو فيري ماتش. المشجعة الأولى للمنتخب الجزائري. طبعاً. طبعاً. شو الغنية تبعت المنتخب الجزائري أو شو الأغاني؟ أنت عملتي لهم الغنية على فكرة، حنسمعها بعد شوي بطل العالم بالعربي. بس أوكي، أنت بتروحي بتقعدي بالمدرجات وبتقومي بتهيصي وبتمسكي العلم ويلا وبتخبط اللي على جنبك وبتتخانقي وبينزل الدق، هيك بصير؟ لا مش لهالدرجه. لا 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 اولا انا ما صار لي فرصه اني اروح اتفرج على الفريق الجزائري بالمدرجات، بتمنى ويا ريت. بس بالبيت يعني بكفي بنوفي بالبيت، بنجيب اعلام ونعمل الاعلام شماريخ بقى وبتحط الليزر بوجه اللعيبه. تحيه لمنتخب الجزائر يا جماعه، من هون من اغلب السقه بنحبكم كثير ونحن بنحب اللعب الحلوه. تحيه للمنتخب المصري طبعا وكل اللعيبه، وبقول لكم ينعاد عليكم. يلا بينا يا جماعة، صار لازم وقت نستقبل اللي ما حدش قادر عليه، أحمد السقا.